نذهب إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية حيث ننقل لكم من نفق المنقف. هناك مراسلنا عبد العزيز حسين. أنت الآن أول شيء مساء الخير عبد العزيز، أنت الآن في عند نفق المنقف، كيف تصف الوضع لنا حتى الآن في نفق المنقف؟ أرحب بكم زملائي وأرحب بالسادة المشاهدين، ما زلنا متواصلين معاكم في تغطيتنا الخاصة المباشرة لهطول الأمطار. تهاطلت أمطار الخير في منطقة المنقف، ما زالت الحركة انسيابية، طريق المنقف سالك، الطقس معتدل والرؤية الأفقية واضحة، وأتمنى من المواطنين والمقيمين اتباع وسائل الإعلام الرسمية والابتعاد عن الإشاعة، وفي حال حدوث أي طارئ لا سمح الله الاتصال على رقم الأمان 112 ولطوارئ الكهرباء والماء 152، وأتمنى السلامة للجميع. شكرا زميلنا عبد العزيز حسين من منطقة المنقف وتحديدا في عند نفق المنقف، شكرا لك.